أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول لعمرك اللام هنا لام قسم، وهل هو من الحلف بغير الله؟ نعم، اللام لام القسم، وقول الله جل وعلا لنبيه لعمرك يقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بالله. وإذا جاءت لعمرك أو لعمري في أشعار العرب فإن لا يقصدون، يقولون هذا مما لا يقصد به اليمين، مما لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على اللسان من دون قصد، مثل ثكلتك أمك يا معاذ، الرسول لا يدعو على معاذ، وإنما هذا يجري على اللسان من أساليب العرب ولا يقصد معناه. نعم.